تابعوني هذا الأسبوع في حديث العرب مع ضيف جديد. نحن حضارتنا حضارة دينية، وما زلنا نفكر بطريقة دينية، وهذا فخر لنا. لست هذا ضد هذا الاتجاه، لكن يجب أن نعترف عندما نكون بحضارة دينية ونسعى لتوطيد هذه الحضارة وتكريسها في حياتنا، فيجب أن نعترف أنه هذا هو مجالنا كتخصص، لكن لا يجوز أن ندعي بأننا أيضا منحنا الغرب حضارته. هذا سخف ومهزلة. معي أنا سليمان الهتلان.